نظمت عائلة المهندس طارق الربعة الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل اعتصاما في الطريق للجديدة، شارك فيه عدد من أصدقاء الربعة وأهالي المنطقة رافعين لافتات تؤكد براءته وتدعو إلى إطلاقه. شقيق الموقوف ألقى كلمة في المناسبة أكد فيها أن اتهام طارق الربعة هو اتهام سياسي. فاتهامكم لنا ليس سوى اتهام سياسي إعلامي كيدي حاقد منذ البداية، فأين هو دليلكم؟ فقط كلمات على الشاشات يا فخامة الرئيس سليمان. ضع يدك على هذا الملف الفاضح المعيد وضع حدا لهذا التجني الفاضح، وذلك بالإعاذة لمن يلزم ليضع اليد على هذا الملف وفتح من ورائه. إلى ذلك تم توزيع بيان موقع من 7 منظمات وجمعيات لبنانية ودولية تعنى بحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق فوري حول ادعاءات التعذيب والتوقيف الاعتباطي في قضية الربعة.